مع المواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقة الاتفاق السياسي عهد سياسيا أم اتفقنا على ألا نتفق؟ كثير من يتحدث الآن عن ورقة الاتفاق السياسي اللي أشار لها رئيس الوزراء، أشار لها بعض القادة السياسيين، وبعض أيضا الأخوة البرلمانيين تحدثوا عن ورقة اتفاق سياسي. بنود الورقة ما زالت مبهمة للرأي العام العراقي، وأكو تفاصيل كثيرة أيضا راح نتحدث بها في سياق الحلقة، أهمها ورقة الاتفاق السياسي بين قوى الإطار وتحالف إدارة الدولة. معي في الاستوديو النائب الحبيب السيد أحمد الموسوي، حياك الله. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضو كتلة الصادقون النيابية، شرفتنا. الشرف حمد الله والديك. الله يحفظكم. خلنا نبدأ بورقة الاتفاق السياسي سيد. عهد هي ميثاق بين القوى السياسية أم مجرد يعني بروتوكول صار لمرحلة المضي بحكومة السودان فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني تتعرف كل المكونات اليوم منذ يعني تغيير النظام في العراق، هنالك مطالب موجودة لكل المكونات، وهنالك مطالب للأحزاب التي تقوم بتشكيل الحكومة. صحيح. هذه المطالب مرة تكون تحت ظل الدستور فلا إشكال في اتمامها، ومرة تكون لا، يعني ممكن الطلبات هي خارج موضوع الدستور. في كل الحكومات السابقة كانت هنالك اتفاقات، وبعد تشكيل الحكومات يكون هنالك أزمة مشاكل بسبب عدم استطاعة من يعطي هذه الضمانات أو يعطي ضمانات لتطبيق هذه بين الأطراف الاتفاقات. فعندما يأتي إلى تطبيقها يصطدم بإما القانون يكون معارض لتطبيقها فتحدث مشاكل. أدت هذه الاتفاقات منذ السنوات السابقة في كل الحكومات إلى أزمة موجودة، وهي أزمة ثقة بين كل الأحزاب السياسية. صح. فهنالك عدم ثقة بين الأحزاب. في تشكيل الحكومة الأخيرة وصل مستوى عدم الثقة إلى مستوى كبير جدا، يعني لا توجد ثقة بين أغلب الأحزاب السياسية اللي تمثل المكونات للأسف. فلا بد أن يكون هنالك طريقة جديدة، هنالك برنامج جديد. أنا أعتقد من العوامل المساعدة على إتمام هذه الحكومة وتشكيل هذه الحكومة هو وجود شخصية السيد السوداني. طيب. وكذلك بعض الشخصيات التي دخلت العملية السياسية بشكل جديد، خلينا نسميه أضافت نوع من الثقة في تشكيل هذه الحكومة. طيب. بالتالي كان هنالك اتفاق، والملفت بأن هذا الاتفاق الأخير الذي حدث بين الكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة أن كل اتفاق يكتب في نهايته أو نقطة أو بند يكتب أنه تحت ظل الدستور والقانون. طيب. فبالتالي ما شنو أهم الاتفاقات اللي صارت؟ لأنه يتحدثون يقول لك موضوع كركوك ونينوى وإعطاء للإقليم جزء من القضية. نعم. قضية العفو العام ما يخص القوى السياسية السنية ومطالبهم إلى قضية. شنو أهم بنوده؟ احنا قلنا أنه المكونات أو الأحزاب السياسية عندها مطالب. صح. وتحاول يعني في كل انتخابات تعرف أنه هنالك شعارات ترفع. هذه الشعارات تحاول الكتل السياسية الأحزاب السياسية أن تطبقها في أثناء تشكيل الحكومة. مثلا عندنا الأخوة الكرد كانت من مطالبهم هو يعني موضوع كركوك والمادة 140. هذه الأمور هي الأمور المهمة التي تعتبرها القوى الكردية. بالخصوص الحزب الديمقراطي، الاتفاق كركوك قد يقول البعض ويتحدث من هنا وهناك أن الإطار التنسيقي مثلا أعطى كركوك إلى الأكراد. الاتفاق واضح كان أنه هو عودة الأحزاب أن تمارس دورها الطبيعي كما تمارس أحزابنا السياسية في كل المحافظات، ومن حق أي حزب اليوم سياسي أن يقوم بنشاط الحزبي في أي محافظة عراقية، وهذا حق. بالتالي موضوع المقرات كان الإشكالي. يعني اليوم احنا عندنا المشكلة الأساسية هو في مقر العمليات المتقدم في كركوك. قال لكم رئيس الوزراء احنا متفقين، ليش اختلفتوا على يوم تحت الطاولة هيش الرأي العام؟ وليش البارتي اتهموا العصائب هم وراء من أسس التظاهرات وحش التحشيد لمنع إعادة المقرات على نهاية خوب بالإعلام؟ ليش حطوا العصائب بالتحديد؟ نتشرف بأن نكون الحزب أو الكتلة أو الحركة التي تعترض على هذا الأمر، وهذا أمر لا نخفيه،
وبكل صراحة سماحة الأمين العام أوضح أي للوفد الكردي موقف الحركة المبدئي في هذا الأمر، وكذلك توجه حركة الأعصاب. اليوم الضمان الوحيد يعتبرون الناس في كركوك أو في المناطق الأخرى أن الضمان الوحيد لبقاء هذه المناطق مستقرة آمنة هو الأعصاب، بصراحة أقولها. المشكلة أنه اليوم يعني احنا تعترفون أنتم اللي حشدتوا الرأي العام في مو حشدنا لا 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 لا، الموضوع مختلف. يعني هسه من أسمع الإعلام الكردي أو إعلام إقليم كردستان أو البارتي يقول لك من حشد الناس، من قطع الشوارع، من أجج الأزمة هم العصائب. إطلاقا ماكو كلام مو صحيح، بس أنا أقول لك موقف العصائب كان داعم لذلك رئيس الوزراء اعترض قال لكم شنو احنا غير متفقين. موقف العصائب كان داعم للعشائر اللي تظاهرت واللي اعتصمت، نعم صحيح داعمين ومساندين لهم، لأن احنا نعتقد أنه هنالك رمزية لهذا المقر وهنالك عناد من قبل الحزب الديمقراطي على أن العودة إلا في هذا المكان، وهذا المكان سبب عدم رضا الناس إذا كانوا العرب أو التركمان هو بسبب وجود جثث في هذا المقر أثناء دخول القوات الأمنية وفرض القانون في عام 2017. بالتالي أنه الناس تعتبر وكان فيه مقر لسجن المواطنين وتعذيبهم، فالناس يعني إلى الآن هنالك تخوف وهنالك هواجس من عودة هذه السياسات وهذه الممارسات في هذا المقر لا أكثر ولا أقل. اليوم موجود بالجيش العراقي هو مقر القيادات قيادة العمليات المشتركة فيه، فما أعتقد أنه اليوم من الصحيح أن يخرج الجيش وقيادة العمليات من هذا المقر ويسلم لحزب يعني أكو عنده مقرات أخرى موجودة فارغة ما مارس بها عمله. يعني عندنا في مركز كركوك هنالك مقر كبير للحزب الديمقراطي تم تسليمه لهم قبل تقريبا سنتين أو 3 سنوات، إلى الآن لم يمارسوا أي عمل حزبي فيه، يعني ما محتاجين. طيب خليهم بسطح الرأس وباقي فارغ. شنو اليوم يعني الغاية من هذا التصعيد وهذه الهاية؟ هل أخطأ السوداني بهذا القرار؟ يعني هو السيد السوداني هو لامكم لام لا. يعني طبعا مو لام الأعصاب، لام قوى الإطار، قوى الإطار التنسيق. أنا أقول أنه التوقيت مو صحيح، والآلية أنه إحنا اليوم المقر المنتج القضية القانونية أنه الأرض تابعة للدولة، يعني مو ملك للحزب. الأرض عائدة قسم من عتها إلى شركة النفط وقسم إلى وزارة المالية. البناية اليوم الحزب الديمقراطي بانيها، تقدر الحكومة تقيم هذه البناية ويعطون أموال أو يعطون مكان بديل إلى الحزب الديمقراطي وتنحل الأزمة. طيب. أما عودة الحزب الديمقراطي فهو حال الأحزاب الأخرى، ماكو واحد معترض على عودة. فالاتفاق أن عودة هذه الأحزاب وهذا المقر صارت عليه الإشكالية ممكن أن تحل. المشكلة اللي صارت مو العصائب أو العشائر اللي سوتها، العشائر اعتصموا في باب قيادة العمليات. المشكلة اللي صارت التظاهر المقابل على هذا والاعتداء اللي صار دم. على المعتصمين، ان هنالك من حشد الى تظاهره وهذه التظاهره غير سلميه قامت بالتجاوز على القوات الامنيه وعلى المعتصمين وبالتالي سببوا هذه الازمه في محافظه كركوك. هاي تقريبا يعني مختصر يعني اجمالي بخصوص موضوع كركوك. واليوم ليش متخوفكم ان يعود البارتي يسيطر على مقدرات كركوك وعلى النفط وعلى التفاصيل، مو قضيه حزب ومقر قياده عمليات فقط؟ يعني السيطرة على كركوك اليوم هي تحت قيادة العمليات المشترك والحكومة الاتحادية. كل المواطنين الكرد والعرب والتركمان يقولون أن عودة الحزب الديمقراطي بالتحكم في كركوك هو مشكلة في كركوك مو حل. بالتالي صار تقريبا 6 سنوات وضع كركوك على هذا الوضع، صح قارب 6 سنوات، ولا عملية اعتقال لمواطن مخالف للقانون ولا عملية قتل بالشارع صارت ولا تجاوز على المواطنين ومداهمة بيوتهم. قبل كانت الناس مرعوبة في هذه المناطق، تتوقع أنه العربي ما يستطيع أنه يلبس زي العربي في كركوك. يا ربي هيك ما يخلونه. اعتقالات إلى الآن 5000 مغيب موجود في كركوك للأسف. وأنا أشوف أنه في سجون الإقليم، في سجون الإقليم رؤساء. هاي هذا الرقم 5000 تصريح خطير. 5000 أنت عضو لجنة أمن ودفاع، هذا تصريح خطير. 5000 مغيب من أهل كركوك الآن في معتقلات الأربيل؟ نعم. 5000 من العرب وبعضهم من التركمان اليوم مغيبين في سجون الإقليم عند الحزب الديمقراطي، وبالوثائق موجودين بالأرقام والأسماء والأعداد. وقبل أيام من رحنا إحنا كلجنة أمن ودفاع التقينا بمجموعة ما يقارب 150 عائلة تقريبا من ذوي المغيبين، جلسنا معاهم وأعطونا الصور والأسماء وقوائم موجودة.
مثبتة. طيب. كلهم ذولا معتقلين لا يعرفون شنو ذنبهم. يعني قبل فترة متفاوض الأخ المحافظ مع في حكومة إقليم كردستان طالعين ما يقارب 350 شخص اللي جابوهم للمحاكم الموجودة في كركوك. أي تهمة ماكو جنائي أو تهمة أو موضوع ملف أمني ما عليهم. طيب فاعتراضكم عودة الدكتاتورية ووضع السيف على رقاب المواطنين بكركوك هذا لا يمكن أن يسمح به. وما راح يرجعون حتى الأهالي وما راح يرجعون البيشمركة نهائيا إلى كركوك أو سهل نينوى. كركوك عراقية، الحكومة الاتحادية هي من تدير كركوك، وجود الأحزاب الأخرى حال الأحزاب البقية تعمل، وهنالك انتخابات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر ستحصل مجالس المحافظات ويمكن أن يمثل الحزب الديمقراطي في أعضاء في مجلس المحافظة، وكل مكون وكل حزب إلى ثقله، وإذا قدروا يطلعون أغلبية فأكيد أن يشكلون حكومة ويصير محافظ من الحكومة، وإذا ما قدروا الحزب اللي راح يحقق الأغلبية فهو اللي يشكل حكومة. زين. فالموضوع ما أعتقد أنه يحتاج هذه يعني الزوبعة اللي حثوها والمشاكل اللي سووها واللي افتعل هذه المشاكل والحزب الديمقراطي. ما أنا شو أرد أدخلي أكبر عمق وأدري بيك صريح سيد ومن النواب اللي أحبهم على مستوى صراحتهم وشجاعتهم للأمانة، يعني هاي مو قدام جنابك. الله يحفظك ويبارك فيك. السيد مسرور البرزاني من أجل التقى بالسيد رئيس الوزراء وسوى لقاءات جانبية والتقى بالشيخ الأمين، وكانت مفاجأة أنه يلتقي السيد مسرور ويا الشيخ قيس الخزعلي. فعلا صك العبور لإرسال 2 تريليون و100 مليار كحقوق لكردستان للأشهر كانت عن طريق حوار الشيخ الأمين مع السيد السوداني، صحيح هذا اللي يسرب يعني؟ لا، هما الطرح اللي أنا شفت حاضر باللقاء أي. الطرح اللي قالوا يعني هم الأخوة الكرد وهم يعتقدون بهذا الأمر أنه رأي سماحة الأمين العام هو أهم رأي لديهم في هذا الموضوع وحسن ومؤثر كلش على السوداني، مو مؤثر على السيد السوداني، بس قرب العلاقه قرب العلاقه يعني هذا جملها. انا اعتقد السيد السوداني علاقته بالرؤساء الاحزاب الاخرين يمكن اكثر من سماحه الامين، معرفته بهم يمكن اكثر. يعني قرب العلاقه اللي صارت بين سماحه الامين العام وبين السيد السوداني مو علاقه مثلا قبل 20 او 30 سنه، لكن يعني صراحه والله هو مرشحكم لو ما اصرار الشيخ الامين على شيء قدام الاعلام، لو ما اصراره اصلا هو حاطين السيد السوداني الاطار كان ورقه محترقه. لا صحيح، لا انا والله بايام التفاوض على من كانت بس انا اقول من كان السيد مقتدى صدر يريد رئاسه الوزراء قدموا كل القوى السياسيه السيد السوداني ورقه الحر الا العصائب كلبوا بي. انا اقول انه احنا يعني تمسك سماحه الامين العام بالسيد السوداني مو لان علاقه مثلا، لذلك هو يعتبرها رد جميل. لا احنا نعتقد انه في هذا الشخص هنالك مواصفات، هنالك امتيازات، هناك مؤهلات صحيح تخلي انه يقدر يدير الملف إدارة الحكومة في هذه الفترة. من غير الممكن انه يأتي شخص من الصف الاول، خلينا نسميه قيادات الخط الاول، انه يدير الوضع واحنا بهذا الشكل من يعني السخونة خلينا نسميها في صح. الوضع الوضع السياسي. يعني ماكو حكمة بهذا الامر. اختيار هكذا شخصية استطاعت والنتائج واضحة، يعني خلال سنة هنالك استقرار سياسي، هنالك هدوء بالعملية السياسية، فهذا دليل على أنه حسن الاختيار في السيد السوداني. فبالتالي نعم مال مسرور حتى ما ننساها، السيد مسرور البرزاني طرح أنه يعني هو كان اللقاء الأول بين سماحة الأمين العام والسيد مسرور البرزاني، وقال أنه نحن نعلم أن سماحة الشيخ صريح جدا ويتحدث بصراحة ونحن نحب الصراحة. سماحة الأمين العام وضع الأمور في نصابها وتحدث معهم بكل صراحة وأعلن لهم موقفنا وتحفظنا على الإدارة الموجودة في إقليم كردستان وسوء الإدارة اللي موجودة التي أوصلت الإقليم إلى هذا المستوى وبسبب الإدارة الموجودة في الحكومة في إقليم كردستان. وبين قضية التصريحات، قضية الإعلام اللي يكون بالإقليم، المطلوبين اللي موجودين في الإقليم، كل هذه الملفات طرحت في الجلسة. وبالتالي بين سماحة الأمين العام أنه يجب فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي، أنه وصول الإقليم إلى هذا المستوى بسبب الخلافات السياسية صح، وتمسكهم بهذه يعني اليوم قضية النفط وكل هذه الأموال اللي موجودة مو من حق الإقليم أنه يديرها بهذا الشكل، لابد أن يكون هنالك أحد. فإحنا إصرارنا طبعا إصرار سماحة الأمين العام ورأيه المبدئي في هذا الأمر هو اللي جعل الإقليم اليوم يسلم النفط للحكومة العراقية،
وكثير من الملفات اليوم نشوف حكومة الإقليم قدمت هذه التنازلات اللي كانت تعتبرها هي حق من حقوقها. اي بس قرار محكمة اتحادية يكون غصبا عليهم يعني مو وقرار يعني محكمة دولية ايضا. نعم عندما يكون هنالك موقف سياسي جميل. بس 2 تريليون و100 مليار ما اعترضتوا عليها. هذه رئيس الحكومة دز 2 تريليون و100 مليار خلال 3 اشهر للاقليم تروح، ما اعترضتوا عليها مع العلم مصطفى سند راح قام دعوى قضائية يمكن هي ردت الدعوة. ردت الدعوة نعم. بس ليش ما اعترضتوا؟ موضوع يعني كنواب اسعوف لك كتلة صار اتفاق. لا مو احنا اكو لازم نميز، انا قلت لكم ملف انساني لابد ان ننظر اليه. موظفي الاقليم هم عراقيين. صحيح صحيح. 3 اشهر ما مستلمين الرواتب. صح. انت تتوقع انه موظف 3 اشهر لا يستطيع استلام راتبه؟ اي وضع اقتصادي بارز. صح. لذلك احنا فصلنا بين هذا الملف وبينا انه سترسل الاموال لشهر في الوجبة الاولى، وعلى الحكومة حكومة الاقليم ان تلتزم بما ثبت في الاتفاق، ومنها انه اعلان المعلومات عن عدد الموظفين والموظفين اللي يستلموا الرواتب. يعني هم عندهم 720 الف موظف وعندهم رعاية اجتماعية ومتقاعدين، يعني يوصل العدد الى 1,200,000. خلال هذا الشهر عندما استرسل الأموال خلال هذا الشهر يجب على الإقليم الحضور إلى بغداد وزير المالية أو أي وفد فني لإعلان ومعرفة عدد الموظفين أسماءهم. يعني إحنا نسمع أشكال بالإقليم أن هنالك تكرار في الأسماء، هنالك أسماء وهمية. هذه البيانات يجب أن تطلع عليها الحكومة الاتحادية وتعلم جيدا أن على ضوءها يصير صرف الرواتب. على أثر هذا الموضوع يعني لابد أن يكون هنالك هذا الموضوع. الموضوع الآخر أنه اليوم الإقليم كثير من الأموال الأخرى يعني الواردات غير النفطية، قضية المنافذ والمطارات، موضوع تصدير النفط، هذه الملفات يجب أن تحسم. صح. بشكل نهائي من بعدها إذا التزمت حكومة الإقليم بكل هذه الالتزامات والواجبات اللي عليها فإحنا ما عندنا مانع أن تروح الأموال. من ضمن الاتفاقات أن يكون هنالك حل لقضية الموظفين، يعني اليوم بياناتهم يجب أن تكون بيد الحكومة. إحنا طرحنا انه الموظفين يصيروا حالهم حال الموظفين اللي موجودين عندنا في يتقاضون مباشره من الحكومه الاتحادية. مباشره والحكومه هي اللي تتكفل حتى نخلص هذه القضيه. بعد اليوم ماكو حجه لحكومه الاقليم انه يابا احنا عندنا مشكله الموظفين والرواتب والوضع الانساني وغيره وغيره من هذا الحديث. هذه الامور هي اللي راح يعني تكون نتيجتها اما ارسال الاموال البقيه او توقف ارسال الاموال الى جميل. حل هذه المشكله. جميل. ورقه الاتفاق السياسي موجوده، يعني موقع عليها القوى السياسيه موجوده. نعم. بس هي ما ظهرت للراي العام العراقي. زين. العبادي احد اعضاء الاطار وتحالف اداره الدوله هاجم الاطار قبل كم يوم بتصريحات خطيره. وحده قال اعطيتوا اتفقوا من ضمن الاتفاق انه كركوك تهدى للقوى السياسيه الكرديه. مصفى بيجي هم هاجمكم خويا بيها وقال سلابة بزي مقاتلين استولوا على مصفى بيجي. هسا خلنا نسأل على بيجي، بيجي ليش حاطيها شماعة بيكم؟ بس أردفتهم. بس اكو ملاحظة ثبتها للتاريخ، أنا شنو تشاهد ميداني على العمليات اللي كانت تحدث بيجي والمعارك اللي كانوا يسموها بيجي العصية، اللي حرروا المصفى وحرروا بيجي هم جهاز مكافحة الإرهاب والعصائب. هاي كل الوثائق والتصوير يثبت ذلك. يمكن هذا الذنب يعني. هيجي؟ اي ممكن يعني. بس ليش يتهموكم به؟ انا اتحدث وتصريح العبادي كان يشير المن؟ هاي العباره المن كان يشير؟ انا اعتقد انه تصريحات السيد العبادي في هذا التوقيت هي يمكن قضيه انتخابيه يريد يبين نفسه انه هو ما اعرف يعني عضو الاطار التنسيقي هو انا هذا المتفاجئ به مثلا. اي زين. موضوع كركوك انا تحدثت عنه. اي والاتفاق السياسي هذا. مال تسلم كركوك وترجع البيشمركه وتسيطر على كركوك وكذا هذا ما موجود اصلا بالموضوع. عوده الاحزاب الكرديه لتمارس دورها في كركوك حالها حال الاحزاب فقط. الاخرى وتسليم المقرات. طيب هذا المقر صار عليه اعتراض من قبل المواطنين، فالمواطن العراقي اليوم هو صاحب الامر. واحنا مساندين اليهم، لا يمكن انه ترجع هاي القضيه. طيب. هذا كركوك واضحه. رجعنا على بيجي. موضوع مصفى بيجي. سلابه يقول لك بزي مقاتلين استولوا وفرهدوا بيجي. سؤالي للسيد العبادي. اي انت شنو كان شغلك؟ كان قائد العام قوات مسلحة شغرت عينك وعده معارك. أيه. والرجال فاتح 100,000 جبهة. هاي إدانة مباشرة لنفسه. لو غير رئيس وزراء بذاك الوقت وهو اللي يقود زين، هو أنت أصلا السبب اللي تتفاخر به وتحكي به هو هاي الانتصارات اللي تحققت. اي صحيح. مو
فانت تجي تقول يا باشا يعني سلابه انت شنو شان شغلك سلابه بزي مقاتلين انت غير رئيس وزراء غير رئيس وزراء انت المدان في هذا الامر فاليوم اذا اكو ادانه لهذا الموضوع الكلام هذا يرجع هجمه مرتده على العبادي بس هو كان يقصد منه يعني بهذا ما اعرف هسه هو اللي قصد المفروض هو انتم بالمصفى يعني منو بالمصفى لا احنا خو هذا الامر وضح يعني يعني خو ما يقصد هو جهاز مكافحه الارهاب احنا خل ابين كلمه للتاريخ احنا في كل العمليات اللي قدناها في ايام داعش في عام 2014 العصائب باعتبارهم قوه ادها امكانيات في القتال والتحرير والعدد مالتنا همينا مو عدد مثلا بالالاف احنا كنا نقود العمليات بالتحرير نجي نحرر المصفى نحرر المنطقه نحرر المحافظه ونتركها ما نمسك بها فمو احنا اللي ماسكين مصفى بيجي حتى يجي يقول يعني مثلا واحد يتهمنا بهذا الامر هذا صار له سنوات للاسف كثير من المغرضين اتهمونا به لكن الله عز وجل بين الحقيقة وعلى لسان السيد السوداني وبين المصفى وين كانوا يتهمون انه العصائب ما اخذته وموديته لإيران طلع المصفى بأربيل فهذا الكلام للأسف أنا بس هم مقنع مواطن رجع قطع غيار للمصفى لا مو مواطن مشتري يعني مقتنع سيد مشتري بس قل لي شلون وصل مواطن يعني شنو هذا المواطن إمكانيته أن يأخذ مواجرات ويأخذ تاجر أكيدا يعني اتفق مع أشخاص مع مافيات انه قدرت تفكك هذا يعني قضيه المصفى هسه المصفى بيجي تفكك وراء اربيل منو العاد اللي يفكك؟ يعني قصدي واحد نوجه يعني نوجه اشاره خليني اقول لك موضوع ايه؟ اكو يعني اجزاء من المصفى ايه؟ اجت لي جايه لبغداد زين هاي مو؟ ايه؟ شنو هي هاي الخزانات وما ادري شنو يعني هي حجمها كبير بس قيمتها الماديه بسيطه جدا طيب بينما امور فنيه تم تفكيكها وسرقتها الى اربيل من ناس اختصاص يعني مو واحد هيك جاي ما يعرف شلون ويفتح التاجر متورط له الاقليم فهذا التاجر اربيل هم متورطين 100% اربيل متورطين اربيل متورطه بمصفى بيجي بسرعه ليش ما علنت عن يعني هذه المواد يومهم صار سنوات شنو السبب؟ يعني من المعارك لحد الان من المعارك صار سبع سنين او يا سبع سنين أي. اكثر من سبع اي صح الموضوع معروف يعني وبينت القنوات الاعلاميه وبين السيد رئيس الوزراء شخص مشتري تاجر ماخذ المواد لما تنقل زين العبادي ليش ما العبادي ليش ما قال اربيل؟ معقوله ما اجوا الامن المخابرات؟ لا يدري يدري قالوا له ترى المصفى انسرق وراح الاربيل يعرف يعني ليش ما قال اربيل؟ ليش ما قال حكومه الاقليم مثلا هي وراء؟ لا هي مو يعني هسه احنا نقول بصوره مباشره ان حكومه الاقليم لا مو هيك الموضوع لكن انا اقول انه المواد لما نقلت اطراف باربيل اي نعم لما المواد نقلت لا تتوقع انه اربيل يعني حكومه الاقليم ما تدري بالمواد لما نقلت ومن خزنه مخزونه هناك يعني عندهم علم بهذا الامر فكانوا يقدرون يمنعونها ويقدرون يرجعون المواد لكن هم ما عملوا على هذا الامر بس مو يعني انا اقول حكومه الاقليم هي اللي فسخت المصفى واخذتها لا مو هيك الموضوع مو هيك العباره نعم طيب قضيه انه دمج اكو اخر عباره للعبادي حتى اخلص من ملف العبادي لانه هو يحكي بي يقول لك اكو العفو العام الاتفاق السياسي الورقه راح نرجع لنفس موضوع الحلقه جزء من عندها اعطاء حقوق اولا لتبرئه منتمي داعش يعتبروهم ذولا بريئين من القضيه كل من ينتمي لداعش اثنين يقول اكو جزء راح نعطي لشهداء نعتبر داعش قتلى داعش شهداء سمعتها اكيد سمعتها والله انا مستغرب يعني انها تصريحات صراحه اي والله يعني يقول لك بالاتفاق هيك يعني مضمونه انه العفو العام جزء من عنده المنتمي لداعش ما له علاقه انا اقول اللي وقع على هذني بس داعش بس داعش اي والله يعني اللي وقع يقول يابا قتلى داعش نحسبهم شهداء هذا داعش مو لا لعد خميس قاعد ويا الورقه يوقع شنو؟ خميس الخنجر بس هذا اللي وقع هيك اتفاق مو واحد قال لك نجحنا عسكريا بس سياسيا فشلنا على داعش من خميس صار يوقع بالقرارات الاتفاقات السياسيه بس هذا رايي بعد البعض يقول هذا الراي بس هذا ما عقب عليه محرج من قلة خميس الخنجر لا ليش؟ لا والله لا موقفنا واضح من خميس الخنجر موقفكم انت... واضح من خميس الخنجر؟ اي نعم بس هسه السيد رئيس الوزراء ده يعطي اراضي ويعطي كل شيء اراضي شنو؟ هاي قلب المنطقه الخضراء اعطى قطعه ارض السرمد ما ادري بعد تعرف هذا الموضوع انا اعرف السرمد سرمد سرمد ابنه اخذ قطعه ارض بقلب المنطقه الخضراء يم بوابه التشريع وهاي ما ادري بهاي المعلومه المهم ما تدري بهاي المعلومه انا صورت لك اياها صورتها هواي سيد والله ما مطلع عليه صراحه اللي على اساس فندق قطري احنا نتحدث بواقع اليوم
مواقف قصدي هاي المادة حتى ما نروح بعيد يعني مواقف خميس الخنجر السابقة كانت يعني معروفة أي. للأسف يعني أنا أعتقد أنه السياسيين يعني القيادات يحاولون من خلال هذه السياسة هو أنه عدم فتح المجال وإتاحة الفرصة لأي مغرض وكل من يقول أنه يريد أن يبني ويشارك في بناء البلد أن يستطيع العودة في العراق ويعلن ويبين حسن نيته في بناء هذا البلد. طيب تعرف أنت القيادات السنية في يعني قبل داعش وبعد داعش بسنة سنتين يعني بال 17-18 كانوا يتحدثون بهذه النبرة التهميش والإقصاء وغيرها. صح. فهذه هي فرصة لمن يريد أن يثبت حسن نيته. يعني ما أعتقد أنه الشخص اللي تلطخت إيده بدماء العراقيين من الممكن أنه تسامحه وتراجعه ولكن هناك من كان يتبنى بعض المواقف المعارضة للحكومة لا بأس بأن يكون اليوم مشارك في العملية السياسية ويثبت حسن نيته وأن يكون في صفحة جديدة لبناء البلد ومشاركة كل أبناء الشعب العراقي منهم خميس الخنجر احنا شفناه يمارس عمله السياسي هسه تقول لي أنت مقتنع بي أنا ما مقتنع لكن يمارس عمله السياسي لم كحزب ما شفنا عنده موقف ضد الدولة أو ضد الحكومة بصورة خاصة رجل عنده حزب سياسي والانتخابات أفرزت واقع اليوم أنت واجب عليك اليوم كسياسي تتعامل مع هذا تتعامل مع المعطيات فهذه نتائج الانتخابات اليوم خميس الخنجر إلى وجود السيد الحلبوسي. رئيس البرلمان ايه؟ الحلبوسي عنده وجود فأنت في العمل البرلماني لابد أن تتعامل مع ما أفرزت الانتخابات وهم موجودين طيب. وواقع ذكرت لي قلت لي اللي موقع قضية أنه تبرئة منتمي داعش ولا هاي هذا داعشي أي أيوة والله أنا أقولها وأصر عليه لأن العباد يقول هاي موجودة بالورقة هذا الكلام غير دقيق ماكو السيد العبادي هو ما موقع ظهر ما قاري العبارة زين ما موقع العبادي على الوثيقة ما هو يقول ما موقع يقول أنا ما موقع يعني ايه هو يقول أنا شو بدري ايه أنا ما شو قاعد بالاتفاق زين فهو إذا ما موقع شلون شو اسمه يعني ليش ما بين لا هو ربطها بالعفو العام لأن أنا هذا سؤال موضوع العفو العام جنابك العفو العام العفو العام ايه؟ تعرف هذا مطلب مو اليوم الأخوة الكتل السنية يطالبون به ظروف العراق اللي مر بها مرحلة انتقالية صحيح الظروف اللي مر بها العراق والطائفية وبعدها داعش يعني تعرف أنت اليوم الأجهزة الأمنية عندما تكون اليوم الاستقرار لا يمكن أنه الأجهزة الأمنية تخطأ في استهداف أي شخص تلقي القبض عليه وفق معلومات ومعلومات استخبارية لمدة مثلا شهرين سنة وتتابع الأشخاص وتلقي القبض عليه بالفترة السابقة ما كان أكو يعني هذا المجال وهذه الأريحية للقوات الأمنية حتى تستطيع أن تحدد الأهداف ومن ثم القاء القبض عليها واستهداف هنالك فوضى كانت موجودة فيها مخبر سري وما أدري شنو أي موضوع المخبر السري أخذ مأخذ كبير فأني مقتنع وعندي معلومات دقيقة أن هنالك نسبة موجودة في المعتقلين هم أبرياء فلا بد اليوم يتم إنصاف ما عندنا مشكلة إذا كانت ونخطب تمرير القانون أي ما عندنا مشكلة إذا كانت المطالبات بهذا المستوى أنه إخراج الأبرياء من السجون وكل القوى السياسية اليوم السنية اللي تتبنى موضوع العفو العام يقولون لا يمكن أن نسمح أو نطالب بإخراج الإرهابيين أو كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين أبدا هذا الموضوع ولا واحد من الأخوة في المكون السني الكريم يطرح هذا الطرح طيب. الخلاف اللي صار على موضوع تعريف الإرهاب إيه؟ صح. هذه المادة أو هذه الفقرة هي بها الخلاف يريدون يعيدون تعريف الإرهاب سبب شنو يابش شنو المبرر اللي عندكم يقولون إحنا مثلا في داعش سيطرت على مناطق كاملة وقامت تدير هذه المناطق وأجبرت ناس أن ينتمون إلها ويوقعون هنالك إجبار للناس صار وهذا واقع موجود فهذول الناس ما راغبين بداعش ولكن هو مجبر أنه يتعامل ويا داعش يتعامل معهم بالسوق يتعامل معهم بالعمل هم موجودين ومسيطرين يعني هم علنوا دولة فهاي الدولة صح. هسه احنا نظامنا السياسي كل المواطنين العراقيين مقتنعين بالعملية السياسية بهم معارضين صح بس هو مواطن عراقي لا مثل حزب البعث كان طالب كلية ما يقدر يدخل الكلية إذا غصبا عليه شلون كان يدير الدولة فمو كل العراقيين كانوا مؤيدين لحزب البعث هذا واقع موجود في كل الدول بالتالي يقولون ذول اللي ظهروا بصورة اللي عليه معلومات انه تعامل مع داعش هذا محسوب اليوم بوفق القانون حالة حال داعش احنا نريد نطلع هذا نريد نعزل عن اما اللي شارك واللي آوى داعش وثبت عليه ايه؟ اللي عمل مع داعش فهذا الموضوع لا يمكن الحديث به هذا كل ما موجود في هذه القضية شو كثير انه قانون العفو العام برايك لان هو سبب اللجنة القانونية بالبرلمان
هذا تعرف اللجنة القانونية راح تدرس. احنا ايضا في لجنة الامن والدفاع يعني لابد ان يكون عندنا اطلاع على هذا هذا الموضوع. اللي اريد اقوله انه لا يمكن اليوم يمر قانون من خلاله ينفذ الارهابيين ويخرج الارهابيين الى خارج السجون. هذا الامر ما يصير. اليوم هنالك اغلبية في البرلمان موجودة، والاغلبية هي المتضررة من داعش، يعني الشيعي والسني والكردي والتركماني والمسيحي والأيزيدي كلهم تضرروا من داعش. فتتوقع اليوم يسمحون بإخراج الدواعش مرة ثانية؟ هاي مزايدات. بس راح يرى النور لو لا قانون العفو العام بالشكل اللي يخلص قبل الانتخابات بعد الانتخابات، رأيك يعني؟ ممكن يكون قبل الانتخابات، حتى يعني إذا كان بالشكل اللي يخلص الأبرياء ويخرج الأبرياء فما عندنا مشكلة. أما إذا عكس هذا الموضوع فما أكيد ما يصير. خل أوديك البرلمان شوي حتى ما خليك ترتاح. البرلمان هسه ما نعرف شنو، معطل، معارض، مؤيد للحكومة، وين أدائه؟ لا استجواب لوزراء، لا تشريع لقوانين مهمة، لا تمرير قانون مثلا النفط والغاز أو قانون العفو العام أو غيره. ماكو على جدول أعمال. إذا نشوف أكو همة بشكل عام هكي مو جنابك نائب، ماكو همة للبرلمان، أوصف لي اترك الكره بملعبك. لا هو شوف البرلمان يعني من خلال اللجان الموجوده هنالك يعني استضافات مستمره للاخوه الوزراء. احنا لما نريد نحاسب وزير نحاسبه على اساس موازنه واساس اعمال ومشاريع يعمل به. فانت لحد الان الموازنه ما مطلوقه للوزارات. واي وزير لو تريد تحاسبه شنو اللي عنده مثلا جوا ايده حتى تجي تحاسبه عليه؟ بالتالي صار ما يقارب 10 اشهر تقريبا للحكومه و11 شهر. 11 شهر تقريبا. فيعني من غير المنطق انه تجي تحاسب الوزير هو ما عنده موازنه يعمل بيها وما عنده خلي تعبر سنه ونص سنتين. زين. اذا شاهدنا انه هنالك ملاحظات هنالك فساد موجود لا سمح الله عند الوزراء فاكيد راح يكون استجواب. هذا امر. الامر الثاني يعني احنا عندنا اللجان متواصله مع الوزراء وتستضيف الوزراء وتطلع على عملهم وعلى مشاريعهم مستمرين. موضوع المشاريع واقرار المشاريع او القوانين عفوا مشاريع القوانين يعني القوانين اللي نحكي عليها. فاكو عندنا قوانين قرت في مجلس النواب، يعني قانون العمل الضمان الاجتماعي من اهم القوانين استطعنا بفضل الله عز وجل تمريره. قانون الموازنه، قانون الموازنة طبعا هذا من الأساسيات اللي اليوم الحكومة قريناه للثلاث سنوات راح يكون مختلف عن السنوات السابقة. أكو قوانين تقر نعم وبالمستوى اللي نطمح إليه أكيد هذا يعتمد على الاتفاق السياسي. طيب. عندنا من أهم القوانين هو قانون النفط والغاز، وهذا أيضا يحتاج إلى اتفاق سياسي وأكيدا سيرى النور ويحسم قضية الخلاف الموجود بين المركز وبين من أهم القوانين. طيب. عندنا قانون جهاز المخابرات، قانون الأمن الوطني، قانون الحشد الشعبي، كل هذه قوانين موجودة يعني قرينا به قوانين قراءة أولى وقراءة ثانية باقي فقط على التصويت. فماشين لكن مو بالمستوى نعم اللي نطمح إليه. أكيد أكو مشاكل وأكو. طيب تذكر شو كنت التاريخ انقررت به الموازنة مال 23 تقريبا؟ ما قبل 3 اشهر يمكن. هاي شلون جاي مسوي لك امتحان هذي؟ تقريبا 3 اشهر مو؟ اي نعم 3 اشهر انقرت الموازنه، معقوله 3 اشهر لحد الان التعليمات ما واصله؟ زين احنا لمن قريناها ب 100 ب 200 تريليون الا 200 الا ليش تعليماتها ما جاي تروح؟ وين الخلل؟ رئيس وزراء من متخوف؟ وزيره الماليه ليش ما تطلقها للوزارات؟ يعني 3 اشهر المفروض من يوم الاول لاقرارها ونشرها بجريده الواقع تكون تعليماتها، ليش الان؟ هسه احنا وصلنا راح نوصل نهايه 23 موازنة يعني وللأسف هذا يعني ملاحظة تسجل على الحكومة خصوص وزارة المالية. لا احنا نحكي الواقع صح, اللي صح مهمة الموازنة مهمة جدا للحكومة العراقية وتطبيق البرنامج الحكومي يعتمد جزء كبير من عنده على أموال. صح. يعني انت اليوم لازم انه الوزارات تكون عندها أموال حتى تشتغل، بالخصوص احنا أعلننا شعار حكومة الخدمة الوطنية وهذه الخدمات تحتاج إلى أموال حتى تنطلق المشاريع. يعني للاسف اعتقد انه المشكله في وزاره الماليه، يعني وزاره الماليه هي اللي تتحمل المسؤوليه، هي معنيه بهذا الملف. يمكن يدخل بها موضوع الانتخابات. خايف السيد رئيس الوزراء لا يطلقها الا تروح بعدين تتمول يعني هو أعلن من اموال الوزارات تروح تصير دعايه انتخابيه. اعلن السيد رئيس الوزراء قبل فتره قال اعرف انه هنالك من ينتظر اطلاق الموازنه حتى يقوم بسرقتها، لكن احنا عدينا خطه. اتذكر كلامه واني اضم صوتي اليه. يحتاج يعني ادارتها اداره صحيحه، تعرف انت اليوم احنا عندنا انتخابات.
وعندنا محافظين موجودين والمحافظين ينتمون إلى أحزاب، والمحافظ بلا رقابة. يعني المحافظ اليوم كيف رئيس وزراء في محافظته؟ إذا انطلقت هذه الأموال في هذا الوقت فأنا أعطيك 99% راح تسخر الأموال لحزب معين أو لشخص معين، ما تروح لخدمة الناس وإنما تروح للدعاء. يعني هسه تروح للخدمة بس مو بالخدمة بالطريقة الصحيحة. صح نعم، راح يستغلها اللي مرشح أخوه واللي مرشح ابن عمه واللي مرشح قرايبه، ذولا كلهم يريد يفوزهم. صح، فمعتمد على هذه المشاريع حتى يفوزهم. هذا الموضوع أنا مع السيد رئيس الوزراء أن يكون هنالك يعني طريقة وحل لهذه القضية، إما سحب يد المحافظين اللي مرشحين واللي عندهم قوائم هم داعمين، أو تشكيل لجنة عليا تشرف على توزيع المشاريع في المحافظات. بس يقدر أكو أشياء عنده يقدر يمشيها، مثلا الوزارات الاتحادية أعتقد هذه ماشية. إيه ماشية، لأن عندنا مشاريع انطلقت. أيوه المشاريع، أيوه مشاريع الوزارية انطلقت. يعني هسه احنا ذلك نتحدث في محافظة ديالى، عندنا كان مشروع متلكي من 2012 إلى اليوم الحمد لله شاف النور وبدأ العمل به، مشروع مجاري غرب بعقوبة اللي قيمته 203 أو 205 مليار. المشاريع الوزارية انطلقت، يعني أكو عمل بها، وأنت اليوم من تطلع بالشارع وتشوف كل المناطق بها عمل، هذا مؤشر جيد. يعني هنالك انطباع يعني عند المواطنين ان هنالك امل في هذه الحكومه ان طيب تقوم بهذا. ذكرت لدياله، اكو اصوات الان الطالب او تتحدث انه اكو اتفاق صار ما بين الامريكان ورئيس الحكومه انه اخراج الحشد الشعبي بكل عناوينه من دياله وكركوك ونينوى وصلاح الدين. اكو حجي؟ لا ما موجود هذا. يعني ماكو ضغوطات باتجاه انه سحب الحشد للمقرات بدل ان يكون بالشارع؟ لا بالعكس، سحب الحشد بالمقرات شلون يعني تفرق المناطق من الحشد ووجود الحشد؟ هو اليوم صمام الامان في هذه المناطق والحشد الشعبي. هذا الكلام اللي يقوله المواطن اذا كان شيعي سني كردي تركماني هم يطالبون بوجود الحشد. اتفاق مع رئيس الوزراء ما موجود اصلا، ومو من حق اليوم الامريكان ان يطرحون هذا الطرح. الحشد الشعبي هو جهاز امني وخاضع لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو اللي يتحكم بتنقلاته بحركته، وبالتالي احنا محافظاتنا بحاجة الى هذا الحشد. يعني محافظة ديالى الحشد ما قاعد بالمدن، الحشد يمسك اطراف محافظة ديالى، والامان اليوم اللي وصلت الى محافظة ديالى وصلاح الدين والكركوك والموصل هو بفضل وجود الحشد وايضا الانبار. فلا اهل الانبار من فروقات الحشد لحد الان ما طالقيها. اي والله هاي مشكله هاي. مو يعني احنا ناسنا هسه كلها تناشدني يعني، ايضا يناشدوننا يعني. صح. هذا الموضوع قلت لك انا اليوم وزاره الماليه انا اعتقد عليهم مؤشر ان هنالك تلكؤ في هذا الملف، وهيئه الحشد معنيه بهذا الامر اليوم. بس النائب عدي وياكم بالعصا ابو قريب كلش من وزاره الماليه، ها المفروض الرجل هم يضغط يتحرك. يعني الكل تضغط كواجب، يعني كواجب مو فقط السيد عدي عواد يضغط، كل الكل تضغط. هنالك سياقات قوانين. يعني انا يعني ما اقدر انه انطي موقف انه ليش. اي لابد اكو سبب، ولكن احنا نقول انه مو من حق وزاره الماليه لو متاخر هذا الملف. الاخوه عندهم حقوق وعلى وزاره الماليه اطلاق حقوقهم باسرع وقت ممكن. ممتاز. سفيره الامريكيه شو خليت لك اياها بالاخير هاي، ها المقاومة العظيمة وحركة المقاومة والحد من الأمريكان وضرب الأسد وضرب بأربيل المقرات وقصف الكاتيوشا والمقاومة المهمة اللي احنا نشهد لها العراقيين، شو سكتت خوي؟ السفيرة رايحة جاية براحتها، ما لكم موقف يعني؟ طبعا تحكي بشكل عام مو بس العصابة. لا احنا أعلنا موقفنا، إذا كانت تنسيقية المقاومة فأعلنوا الموقف وموقف المقاومة المبدئي من هذا الأمر، وإذا كانت حركة العصائب على لسان سماحة الأمين العام أو من يمثل الحركة أعلننا موقفنا وعدم ارتياحنا لتحركات السفيرة. السفيرة أخذت أكثر من دورها صراحة، كل شيء هاي والله يعني سوتها بلا منحة مثل ما يقولون. تحكي بالموازنة وتحكي بالقوانين. أي نعم نعم. وتروح للإقليم تقول لهم لازم نحل قضية هذا الخلافات. هذا الموضوع يعني المفروض أنه اليوم يكون لوزير الخارجية كلام مع السفيره ويقول لها حدودك هاي، يعلمها يجوز ما تعرف، ممكن ما تعرف زين سياقات العمل الدبلوماسي. الموضوع الاخر موقف المقاومه، انت تعرف تشكيل الحكومه وشخص رئيس الوزراء هو يعني نقطه التحول بموقف المقاومه، وقريب هنالك ثقه موجوده في هذا الشخص، وعندنا اطمئنان من هذا الشخص انه انسان وطني وانسان غيور على بلده.
وأعلن في أكثر من موقف أنه العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية أو قوات قتالية في أراضي، فإحنا ما محتاجين. بالتالي لابد أن اليوم فصائل المقاومة تعطي فرصة للحكومة حتى ترجم هذا الكلام على أرض الواقع. كانت هنالك زيارة لوفد من العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، والاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الطرفين تقييم الوضع الأمني ورسم نوع العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنوا بصراحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق ليس بحاجة إلى أي قوة أجنبية أو قوات قتالية في العراق، وعلى هذا الأساس سيتم الاتفاق. إذا لا سمح الله كان هنالك إخفاق في هذا الملف دبلوماسيا، فأكيد أن المقاومة جاهزة في كل إمكانياتها واستعداداتها. لكن أنتم رافضين لحركة السفيرة وهذا الشكل في مؤسسة لا يمكن اليوم أي سياسي كموقف كتلة أي سياسي يقبل بهذه التحركات. يعني مو دور السفير اليوم يجي يدخل في مجلس النواب يتحدث بموازنة، أو يوميا يزور وزير ورئيس كتلة أو يعني هذا أنا أشوفه للأسف يعني يحتاج إلى ضبط إيقاع. برأيك إذا طلبت لقاء سماحة الشيخ الأمين يصير يتحقق؟ لا أكيد. مو هاي راح أثبتها أنا للرأي العام العراقي. لا إطلاقاً ما يصير. ما يصير؟ يعني إذا صار لقاء دبلوماسي مثلاً رادت السفيرة تلتقي بالشيخ الأمين كلقاء دبلوماسي أمريكي يصير؟ أنا أعتقد أنه ممكن يتحقق اللقاء له. لا ما إذا شوف خلي أقول لك موضوع، إذا الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من العراق وما تدخلت وتحرر العراق من هذا الموضوع فلا بأس أن يكون هنالك لقاء. الآن في هذه الظروف وتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية أنا أقول لك يجوز إذا اعتذروا وأخذ ثأرنا منه ممكن. أما هسه أبداً إطلاقاً ما يصير هذا الموضوع. ما يصير لقاء. سماحة الأمين العام زين طلبت لقائه. طلبت لقائه. أنا عندي معلومات أنه طلبت اللقاء أكثر من مرة. مش تتوقع يعني مثلاً يقبل سماحة الأمين العام عن طريق السيد عمار الحكيم. ما يصير يعني. طلبت عن طريق سيد عمار موقف أن يكون لقاء ويا موقف سماحة الأمين العام موقف مبدئي ثابت لا يمكن أن يتغير مع الزمن. يعني نحن نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عدو للعراق كحركة. زين بعدها صدرية عندكم ها هاي احنا أساس هاي روح محمد الصدر بعدها عندكم أساس التيار الصدري. احنا من أسسنا المقاومة في العراق ومن عمل بتشكيل أول نواة في المقاومة هو سماحة الأمين العام، ونحن أبناء السيد محمد الصدر ومقلديه، فلا يمكن أن نتنازل عن هذه المبادئ والقيم. إيه بس لأول مرة يخرج عن صمت السيد مقتدى الصدر وصف حكومة سوداني بني العباس. لا من زمان وصلت. لا هسه أول ما شكلت بني العباس والعباسية يعني وين وصلوا لعد أنه كحكومة بها طغاة وهيك. زين بني العباس سمين ولد عم ولد عمه. زين خليني أسألك الوقت داهمني يعني كلش طريق التنمية أم طريق الحرير؟ بس احنا صرنا بخيارين، سيد رئيس الوزراء يتحدث عن طريق تنمية، اطراف تتحدث عن طريق الحرير. انا اعتقد طريق التنمية هو يعني قريب جدا من موضوع نفس الفكرة طريق الحرير. طريق الحرير هو يعني موضوع الحزام والطريق، هو عبارة عن مدن صناعية وشركات، وطريق التنمية بنفس المضمون، والحكومة اليوم تتبنى هذا الطرح. أنا أعتقد يعني طريق التنمية مو معناته أن نستغني عن طريق الحرير، والصين أعلنت في أكثر من موقف أنها مستعدة، والعراق أعلن استعداده مع المشاركة مع الصين ودخولها في العمل في العراق، فماكو مشكلة. يعني أنا أعتقد أن هنالك تطرف بالمواقف، وهذا التطرف ما راح يوصلنا إلى نتيجة. العراق عنده منافذ مع الدول وعنده نقل بري مع الدول، بمجرد اليوم احنا نشوف من نسمع انه ربط سككي كانما راح يصير في ما ادري شنو، زين احنا ما عندنا ربط بري والبضائع جايه تدخل بنفس الطريق، اذا صار سكك شنو المشكله؟ يعني شنو الاختلاف؟ هنالك تخوف. عندي ميناء انا اريد اسويه هو المحطه هي لا الفكرة. طريق التنميه ما راح ياثر على الميناء. اللي يدرس الواقع والتفاصيل هو عباره عن وجود مدن صناعيه ومدن سكنيه، وميناء الفاو من اولى اولويات الحكومه واعلنها السيد رئيس الوزراء انه لابد ان يكون ميناء الفاو هو الواجهه اليوم وبوابه العراق، فماكو استغناء لا عن ميناء الفاو ولا عن طريق التنميه ولا حتى عن طريق الحرير. اعتقد الظروف يعني غير مناسبه ان يكون العراق اليوم يتجه الى دوله معينه ضد دوله معينه، يحتاج لنا توازن
بالعلاقات بين الدول حتى نستطيع أن نقوي الحكومة وتثبت جذورها الحكومة وتنطلق بالعمل. زين سيدنا، آخر سؤال ويا جنابك تعبناك، سيد النائب أحمد الموسوي، مداخل بغداد آلاف ناشدونا قالوا يا أساطيل التريلات توقف من الصباح حتى المساء، عمليات ابتزاز، عشرات القطاعات الأمنية اللي موجودة بالسيطرات، وأكو فرض أتاوات وابتزاز للناس. أنت جنابك عضو لجنة الأمن والدفاع، ما حكيتوا مع الجهات المعنية ليش هاي الناس هسه أنت من تجي من الحسينية لحد جديد تشيط التريلات مصفطة؟ يعني إحنا هذا الموضوع تعرف المناشدات والشكاوى اللي وصلتنا قبل ما يقارب السنة أو سنة ونص من قبل المواطنين بسبب الابتزاز اللي جاي يحصل فيه حتى هاي اللحظة اللي أنا فيها بالاستوديو قل بشكل معين. يعني عندنا في محافظة ديالى كانت أكو بعض الجهات للأسف يعني تقوم بسيطرات وتأخذ أتاوات من قبل سواق الشاحنات. هذا الحمد لله والشكر هسه انتهى. عندنا المداخل، أنا أعتقد المشكلة الأساسية هو تعدد الجهات اللي موجودة في هذه السيطرات الأمنية. يعني عندك أكثر من 10 أو 15 جهاز، شرطة، مرور، ونجدة، أمن وطني، مخابرات، استخبارات، جيش، كل هذه الأجهزة موجودة في هذه السيطرة. بالتالي أنت اليوم يعني لما توصلنا الشكوى تريد تروح تتحقق من هذا الموضوع تحاسب يا جهة. يعني ماكو اليوم جهاز أمني هو اللي مسؤول عن مثلا سيطرة معينة، حتى لما يصير خلل في هذه السيطرة في هذا المدخل انه تروح تحاسب هذه الجهه والضابط المسؤول. انا اعتقد هذا التشعب وتعدد الاجهزه الامنيه اللي موجوده هو مشكله من المشاكل اللي لابد ان تحل حتى نعرف انه شلون نحاسب الجهه المعنيه في هذا الامر. هذا الموضوع يحتاج لرقابه. احنا وصلنا في لجنه الامن والدفاع وخاطبنا الجهات المعنيه بان يكون هنالك تدخل، كانت هنالك رقابه ولكن ليس بالمستوى المطلوب. نحتاج يعني الى حقيقه اعاده النظر في مداخل بغداد. يعني كل المداخل تعاني من هذه المشكلة، مو فقط اليوم المدخل من محافظة ديالى على بغداد. هذا الموضوع جدا حساس، والمواطن العراقي يعني ثابت عنده انه السيطرات فيها نوع من الابتزاز، يأخرون دخول الشاحنات حتى يتم ابتزازهم واخذ اموال من عندهم يلا يدخلون، فاكيد يحتاج لمراجعة. هاي مصيبة. سيدنا ابو احمد الموسوي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، شرفتنا، شكرا جزيلا لجنابك وحضورك. حياك الله دكتور. تحياتنا سيدي. الله يبارك فيك. جاي الكرام، دائما انا عندي اقول كلمة بالختام، بس هالمرة راح نعدي الكلمة لان داهمنا الوقت، بس اكو تفاصيل يعني بسبب الاستحواذ على بعض الوزارات من خلال العقود، اشارة اريد اشير لها بالختام السيد رئيس الوزراء، قال اكو بعض الحيتان وبعض المتنفذين وبعض التجار وبعض المحسوبية والمنسوبية اللي متربصين بالوزارات قاعدين ينتظرون الموازنات حتى يسرقوها. أنا أتمنى أن تشكل لجنة أو خلية عليا وخلية أزمة لمراقبة هؤلاء، لأن وصل الحال عددهم بالآلاف اللي ينتظرون يسرقون المال العام. فأتمنى الحكومة تضرب بيد من حديد. السلام عليكم.